تنويع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا وتهيئة مناخ الاستثمار للمؤسسات الأجنبية هو شعار المرحلة المقبلة من خلال الإصلاحات الجديدة التي تبنتها الحكومة الجزائرية. اللقاء نتاع اليوم كان لقاء هام وهام جدا لإعطاء نفس آخر للتعاون بين الدولتين. كذلك احنا شرحنا لهم يعني الإصلاحات الاقتصادية، قلنا احنا الإصلاحات الاقتصادية تاعنا راهي تبحث على تنويع الاقتصاد تاعنا، على تنويع الصادرة تاعنا. قلنا الإصلاحات تاعنا الاقتصادية راهي تحاول تشوف مناخ الأعمال، تحسن مناخ الأعمال. قلنا الإصلاحات الاقتصادية تاعنا هي مرافقة للشركات الوطنية من أجل تحسين إنتاجها وتحسين قدرات تسييرها. التخلي عن قاعدة الاستثمار 51-49 والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب يساهمان في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والانتقال من الشراكة في مجال الطاقة إلى قطاعات أخرى كالفلاحة، الرقمنة، الصناعة الغذائية، البناء وغيرها. يجب تثمين ما قامت به الحكومة الجزائرية هذا العام، بما في ذلك ما تعلق بقاعدة الاستثمار 49-51 وإصلاحات أخرى كاللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد بالغ الأهمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. وشخصنا اليوم قطاعات استراتيجية كقطاع الطاقوي، كما يجب تحديد القطاعات الواعدة مستقبلاً من أجل المساهمة في تطوير الصناعات الجزائرية والتنوع الاقتصادي كالصناعة الغذائية، فهي بالغة الأهمية. حوالي 50 مؤسسة اقتصادية بين جزائرية وإسبانية كانت لهم الفرصة لتقريب وجهات النظر حول شراكات اقتصادية محتملة مهد لها ملتقى رجال الأعمال الجزائرية الإسباني.